مرحبا. بعض الألعاب الشعبية حافظت على قيمتها عند السوريين رغم التقنيات والتطورات التكنولوجية الكبيرة يلي دخلت على حياتنا. من هي الألعاب لعبة المنقلة. ولعبة المنقلة هي لعبة قديمة ومعروفة بعدة أماكن حول العالم، وبسوريا منشوفها منتشرة بمناطق الساحل السوري والمنطقة المتوسطة. بيقولوا إنه هي أقدم لعبة لوحية بالعالم، بس رغم بدائيتها لعبة بيحتاج لكتير حسابات دقيقة لحركات الحجار والنتائج اللي بتترتب عليها. بيرجع تاريخ لعبة المنقلة لحوالي 1400 سنة قبل الميلاد، وأول لعبة اكتشفوها كانت على لوح حجري بمدينة منفيس بولاية طيبة والأقصر بمصر. والرواية الثانية وبناء على أدلة كتير بتقول إنه اللعبة كانت معروفة ببلاد سومر من قبل. بفترة الاحتلال العثماني انتشرت اللعبة من أفريقيا والشرق الأوسط لكل أنحاء منطقة البحر الكاريبي وعلى الساحل الشرقي بأمريكا الجنوبية بعد هجرة العبيد. وفي رواية ثالثة بتقول إنه اللعبة أصولها تركية وهي بترجع للقرن السادس الميلادي، ومن محبة ممارسي هاللعبة فيها منشوفهن عم يتفننوا باللوح الخشبي للعبة، ناس بزينوه وناس بينقشوا نقشات خاصة. وبتنلعب هي اللعبة بثلاث طرق، هي دورة واحدة، دورات متعددة، دورات هندية متعددة. أما أشهر اللعبات اللي بتنلعب بسوريا فهي المجنونة والعقلة. واللعبة بجزر الهند الغربية بتحمل معنى ديني، وكانت اللعبة تنلعب بالعزة اعتقادا بأنها بتسلي الميت لبينما يندفن. ومن المهم ذكره أنه لعبة المنقلة هي أقدم لعبة شعبية بتحمل اسم عربي، وهي منتشرة كتير عند كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشان هيك بيسموها لعبة المتقاعدين. وبتحتاج اللعبة مثل ما قلت لكم لكتير تركيز. يا ترى أنتوا بتحبوا هاللعبة؟ طيب بتعرفوا عنها معلومات أكتر؟ إذا إيه شاركونا ياها.